لأنه من كمال الإسلام كما قلت آنفا بس بشيء مفصل هناك، قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارع الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. وذكرت له أحاديث مما جاء من النهي عن التشبه بغير المسلمين، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقلت له أن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا يندمجوا في شخصيات شعوب أو أمم أخرى. قلت له لأنك تعلم فيما أظن أن الضعيف يتشبه بالقوي ولا عكس، ليس القوي يتشبه بالضعيف. فإذا المسلم تشبه بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. ألفت نظره إلى حكمة يعني تتعلق بظواهر. في كتاب لأحد الأوروبيين من ألفه كنت قرأته قديما من 30-40 سنة، عنوانه عجيب جدا لكن استغربت منه، اسمه فلسفة الملابس. فلسفة الملابس، الحقيقة انه استرعى انتباهي مثال ذكره، انه اللباس مع انه هذا موجود مشاهد مع انه هذا مشاهد بس الناس ما بينتبهوا. يقول هذا الرجل في هذا الكتاب ان الانسان شديد التأثر الى درجة بلباسه، يتأثر بلباسه. إذا كان لابس ثياب هفة رفة تلاقي ماشي هيك متمسك، أما إذا لابس ثياب إيش جديدة ومكوية إلى آخره تلاقي ماشي وصدره إيش لقدام، لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. فلسفة الملابس، وهذا الظاهرة بتشوفوها بيننا جميعا، والمتأثرين المتغربين المتأوروبيين متأثرين بالثقافة الغربية بتلاقي إذا كان لابس هالجاكيت الضيق والبنطلون الأضيق اللي بعض على فخاذه ولا مؤاخذة على مؤخرته عدا ما يستطيع أنه يركع، فضلا عن انه لا يستطيع انه ايش يسجد لانه راح ينفتئ. هذا شايف حاله ليه متمدين مثقف. ليش هذا عامل هيك؟ لانه قدرته الاوروبيين وضمائه هم الاوروبيون. فاذا قلت لهذا القسيس الماروني الثياب تؤثر في أصحابها، ولذلك نهانا الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرنا. تكلمت ما شاء الله ثم رجعت إلى الوتر الحساس. قلت له إذا كان اللباس ليس له تأثير وإنما الأمر بما في القلب،
هل أفهم من كلامك أنه أنت ما بيكفر عندك إذا أنت القلاس والسودة وحطيت إمامي بيضة على طروش أحمر تطلع شيخ مسلم؟ آه لا 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 تلوش هذا يخالف ما قلته آنفا. العبرة إيه؟ لما في القلب. أنت رجل نصراني مسيحي، فإذا حطيت اللفة على طروش الأحمر ما راح تصير شيخ مسلم. قال لا، نحن رجال دين. لكن صار معه الحمد لله مثل ما بنقول عن الشام، كان تحت المطر صار تحت المزرعة. انت مسكته مثل ما بيقولوا جماعنا بالشام من خواريقه. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، انت رجل دين، انت معشر النصارى قسما رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين. أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إما أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق عندنا أبدا بين العالم الصالح التقي الورع وبين الجاهل المسلم، هما عند الله سواء مظهرا ومخبرا. كل مين الله بحاسب على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته. نحن ما عندنا رجال دين، كل مسلم هو رجل دين. ولذلك إجاز لي أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي شرعا جاز لكل مسلم، وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينبعه. هذا هي قصة حبيت أحكيها بهذيك المناسبة. نعم تعقد، لكن شوف المعقد ذكرتني بشيء، ذكرني بشيء أو بشيئين. بعد ذلك جرى الحديث بينه وبينه في التثليث تبعهم. يومئذ شوف الشيء بالشيء بتذكره، يومئذ كان الإنجليز دخلوا سوريا بعد الفيشيين الفرنسيين. المهم الإنجليز أتوا بجنود من جنود بعض المستعمرات، من جملتهم جنود لبنانيين. كان في بالقطار جندي بريطاني لبناني. لما كنت أنا عم اتناقش مع المسيحي هذا بالتسجيل، شو قال هذا الجندي المسيحي اللبناني؟ قال له والله يا أبونا بدك الحق أنه كلام الشيخ صحيح. الشاهد القطار كان ينطلق من إلى مضايا تقريبا في 50 كيلومتر، ما شعرنا بالمسيرة هذه أبدا. لما قاربنا من النزول بعض إخواننا ذكروني أنه أي حالك بدنا ننزل هذا، اتعلق الرجل بي وقال لي لو انك في يعني تمشي معنا الى بيروت حتى ايش تتمتع بحديثك وكذا الى اخره. قلت انا في نفسي سبحان الله، وجلست مع شيخ من اخواننا المسلمين كان بينفجر القطار بنا. هذا رجل نصراني بيتمنى ان يطول ايش المشوار حتى نتمعوا في حديث في مؤسسه. نعم تعلم جديد على قولها الخاص، يعني الاسلوب يختلف، الاسلوب يختلف. نعم شوف ما في فرق بين المسيح والنصراني. نعم اخونا ابو عبد الله الجديد شو اسمه؟ ايه قاعدين